هناك إصرار على تقديم هذا القانون، لأن هذا القانون ليس جديدا، هذا القانون يعني شرع 2010 ووجه برفض شعبي واسع، وتمت إعادته وتقديمه، وقدم قبل فترة نفسه، وأيضا هوجم كثيرا، واعتذر بعض النواب الذين قدموه بأننا أخطأنا وقدمنا النسخة القديمة. هناك إصرار لأنه هناك كما قلت فيه قيود وفيه توصيف لجرائم هي ليست جرائم إلكترونية. يعني ما معنى الإخلال بالآداب العامة؟ ما معناه؟ يعني ما هي النقاط أو التوصيف الصحيح والدقيق لهذه الجريمة أو إثارة الكراهية أو أمن البلاد أو مستقبل البلاد أو الرموز الوطنية؟ هنالك الآن إذا تقرأ أي قانون يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة أو الجرائم المعلوماتية في كل حتى دول الخليج دبي، تقرأ شيء فعل 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 يوظف في التكنولوجيا الحديثة ويوظف الأجهزة الإلكترونية للقيام به. لا يمكن أن يتم، يعني ليست رأي. بينما هذا القانون العراقي قانون كما قلت يعني انتقامي لتحديد الرأي ولا علاقة له بالإلكترون. طيب دكتور، دكتور أنت دكتور أنت دكتور من تعترض أستاذ علي، من تعترض أنت سواء اعترضت بالويب سايت أو سواء اعترضت بالصحيفة، هو واحد.